أعلن مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جيمس كلابر عدم وجود مؤشرات حتى الآن إلى عمل إرهابي تسبب بسقوط الطائرة التي تحطمت في سيناء في مصر يوم السبت الماضي. كما استبعد مصدر مصري في لجنة التحقيق المعنية بسقوط الطائرة احتمال تعرضها لهجوم خارجي. وأوضح المصدر الذي اعتمد على فحص الصندوقين الأسودين أن قائد الطائرة لم يرسل أي إشارة استغاثة قبل اختفاء الطائرة من على شاشات الرادار.